أفلح من صلى على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام ساحة القدس الإمام الحجة ابن الحسن، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء بمناسبة ذكرى عيد الغدير، عيد الله الأعظم، اليوم الذي نصب فيه قسيم الجنة والنار، أمير المؤمنين، يعسوب الدين، ولياً وخليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة إدارة الحسينية يلقيها الحاج أبو زيد، فلنستقبله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أطروا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. نصلي على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نصلي على. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. نرفع أسماء آيات التهنئة إلى مقام سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى مقام أمير المؤمنين عليه السلام وسيدتنا الزهراء عليها السلام، وإلى مقام الأئمة الأطهار، ومقام الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى جميع المراجع العظام، وكل محبي أهل البيت من كل مكان وزمان. بمناسبة عيد الله الأكبر، عيد ولي الله الأعظم، أمير الموحدين، وسيد الوصيين، وإمام المتقين، علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، أعاده الله علينا وعليكم جميعاً بدوام التمسك بولاية أمير المؤمنين، وبالصحة والسلامة والسلام والأمان لربوع بلدنا الحبيب، وكل عام وأنتم بألف خير. طوايا نظامي في الزمان لها نشر، يعطرها من طيب ذكركم نشر، مهابط وحي الله خزان علمه، ميامين في أبياتهم نزل الذكر، هم النور نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، ولولاهم لم يخلق الله آدم، ولا كان زيد في الوجود ولا عمرو. صلوا على محمد وآل محمد. عيد الغدير هو العيد الثالث بعد عيد الفطر والأضحى، وهو أعظم فضلاً وأكبر شأناً ومنزلة منهما، ويسمى بعيد الله الأكبر لكبر مقامه، حيث به يحدد الله سبحانه وتعالى مسير واستمرار الرسالة السماوية المحمدية. وقد بدأ هذا العيد بعد انتهاء الرسول صلى الله عليه وآله من آخر حجة حجها، قفل راجعاً إلى المدينة المنورة، وحينما انتهى موكبه
إلى غدير خم هبط عليه أمين الوحي يحمل رسالة من السماء بالغة الخطورة، وكانت هذه الرسالة تحتم عليه صلى الله عليه وآله أن يحط رحاله ليقوم بأداء هذه المهمة الكبرى، وهي تنصيب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام خليفة ومرجعا للأمة من بعده صلى الله عليه وآله. وكان أمر السماء بذلك يحمل طابعا من الشدة ولزوم الإسراع في إذاعة ذلك بين المسلمين، فقد نزل عليه الوحي بهذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فقد أنذر النبي صلى الله عليه وآله بأنه إن لم ينفذ إرادة الله ذهبت أتعابه وضاعت جهوده وتبدد ما لاقاه من العناء في سبيل هذا الدين. فانبرى صلى الله عليه وآله بعزم ثابت وإرادة صلبة إلى تنفيذ إرادة الله، فوضع أعباء المسير وحط رحاله في رمضاء الهجير، وأمر القوافل أن تفعل مثل ذلك. ثم خطب النبي صلى الله عليه وآله خطبته العظيمة، فقال صلى الله عليه وآله: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، وأنا أول بهم من أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فعلي مولاه. قالها ثلاث أو أربع. ثم قال صلى الله عليه وآله: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وأحب من أحبه، وابغض من أبغضه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار، إلا ألا فليبلغ الشاهد الغائب. وبذلك أنهى صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وبذلك أنهى صلى الله عليه وآله خطابه الشريف الذي أدى فيه رسالة الله، فنصب أمير المؤمنين عليه السلام خليفة وأقامه علما للأمة، وقلده منصب الإمامة، فأقبل المسلمون رجالا ونساء يهرعون وهم يبايعون الإمام علي عليه السلام بالخلافة ويهنئونه بإمرة المسلمين. يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم: واسمع بالرسول مناديا. فقال: فمن مولاكم ونبيكم؟ فقالوا: ولم يبدوا هناك التعامية، إلهك مولانا وأنت نبينا، ولم تلق منا في الولاية عاصيا. فقال له: قم يا علي، فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا، فمن كنت مولاه فهذا وليه، فكونوا له أتباع صدق مواليا. هناك دعا: اللهم والي وليه، وكن للذي عادى عليا معاديا. صلوا على محمد وآل محمد. فالحمد لله على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب بولاية أمير المؤمنين عليه السلام، وتمت نعمة الله على المسلمين بسمو أحكام دينهم وسمو قيادتهم التي تحقق آمالهم في بلوغ الحياة الكريمة، حيث يتلألأ يوم الغدير جوهرة نفيسة على مفرق الدهر، وتنغمر بنور الولاية الإلهية القلوب المؤمنة، وتغمر آفاق الحياة. فأقر بالولاية الداني والقاصي، وبلغ الشاهد والغائب،
فبخن بخن لك يا علي، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. وحسب ما قاله أحد رواديد المنبر حفظهم الله ويحفظ رادودنا العزيز الحاج أبو هبة، ما قاله رواديد المنبر: جوازات السفر ما لها مفعول. خلوكم معي رجاء. جوازات السفر ما لها مفعول إذا ما تنختم من الدولتين. جوازات السفر ما لها مفعول إلا تختم بالخروج والدخول إلى البلد الثاني. فجوازات السفر ما لها مفعول إلا إذا ما تنختم من الدولتين. جواز الجنة هم تحتاج ختمين، ختم بيعة علي ودمعات الحسين. صلوا على محمد وآل محمد. أحسن أحسن أحسن. والحمد لله الذي جعلنا وإياكم من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام وأبنائه المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام أجمعين، وأن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، إذ هو الساقي عند الحوض وقسيم الجنة والنار وابن عم النبي المختار. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا محطاً لنصرته، وأن يخذل أعداءه ومبغضيه وشانئيه ومحاربي شيعته بظهور ولي أمره روحي وأرواح العالمين لمقدم ترابه الفداء، عجل الله تعالى فرجه الشريف، لينشر العدل في أرجاء الأرض. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا هي بعد الأرجوزة اللي قالها أبو زيد ما نحتاج بعد الحج. مجموعة حكم للإمام علي عليه السلام يلقيها على مسامعكم ولدنا علي ابن أبو جهاد باللغة الإنجليزية، فلنستقبله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. No one in the history of Islam shares the words of praise that the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used for Imam Ali alayhi salam. For example, if all trees were pens and if all seas were ink, if all jinn and men wrote down, even Ali ibn Abi Talib would be counted. Ali and I are from the same light. Ali is from me and I am from Ali. Ali is the first person to believe in the prophethood and will be the first person to meet me on the day of judgment. I am the city of knowledge and Ali is his door. I am the store, I'm the storehouse of wisdom, Ali is his door. All of this leads to this day, Eid al-Ghadir, in Ghadir Khum, and he gathers 120,000 people in this one place. He raises Imam Ali's hands, and he says, "Man kuntu mawla fahada Aliyun," which means, "He whose I am Mawla, Ali is his Mawla." The Prophet then prayed, "O Allah, be a friend whoever is his friend, and extend your support for whoever supports him." Salawat. الثاني بحب النبي. الثالث بحب علي بن أبي طالب بأعلى أعلى أصواتكم.
تتم أفراحنا وأعيادنا إلا بوجود الحاج الرادود أبو هبة، فلنستقبله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. انت اول من يخليك الاخير، وهو من يا صوب ينصف السره لو صرت اخر نعد من الاخير، يعني اول والوراك مزوره. صلوا على محمد وآل محمد. خلي صدى ابو علي، خلي صدى، قل له خلي صدى. ايها الحفل الكريم، سماحه المشايخ الكرام، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهنئ مولانا صاحب العصر والزمان الغائب الحاضر بيوم الولاية، ونهنئ مراجع الأمة الإسلامية، ونهنئكم جميعاً بهذه المناسبة المباركة، مناسبة تتويج الإمام سلام الله عليه ولياً وقائداً وناصراً لدينه الحنيف وعلى حبه. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. يا رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن ينزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، فبهم وبجدهم لا يستراب. إلك يهوى دليلي، لا تظن بالنار دليلي، دليلي لا تظن بالنار، يهوى يهوى يلن بس بعلي هالصبح، يهوى قسيم الجنة والنيران، يهوى يهوى إذا غير الوصي اعتيب علي. صلوات، خل بالك يمي مولاي، حبك يا علي واجب علينا علينا علينا. حبك يا علي واجب علينا، وفوق من النجم صرنا، وعلينا علينا علي من ينذكر اسمك، علينا علينا نصلي على النبي سيد البرية. جمعنا جمعنا حبك الطاهر، ولمنا ولمنا وذكرك زال كل همنا. يا با وذكرك زال كل همنا، ولمنا لبونا هالفضل يرجع. بالك يمي، لبونا هالفضل يرجع، ولمنا ولمنا الغذتنا المحبة الحايدر. يا قبلة قبلة علي المصار، علي المصار
وعده وصار قبل تعال الباب وبكل شوق قبل القبلة خلت يا ناس القبلة 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 خلت يا ناس قبلة قبلة وتركع من يمر حميل حمية. هلا بيك هلا بيك على هاي الصلوات، ما شاء الله ما شاء الله. بعلي قلبي تعلق دوم وهو وهو وعلى اعتاب اطيح بشوق وهو الكعبة يا بالكعبة الكعبة تشرف العباد وهو وهو شرف للكعبة حمايل حمية. الله 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 ما شاء الله، مجلس مجلس متكامل. الله ما شاء الله علينا من الله تعيينا، هاي الخادمكم علينا من الله تعيينا وانتخابه ويونس صاح باسمه ويونس صاح يا باسمه وانتخابه خايب من بغض حيدر وانت خيبه يا لاهي ولا يشم جنتيل الزهية. الليلة تتويج الوصي والينا الليلة تتويج الوصي لينا الليلة تتويج الوصي الليلة تتويج الوصي والينا الليلة تتويج الليلة فرحان القلب ثغر بتسم ليلة حب الوصي بالوجه نرسم أنوي أحلف بالنبي وأقسم قسم أنوي أحلف بالنبي وأقسم قسم بنص صميم الروح حبك بينا الليلة تتويج الوصي الليلة تتويج الوصي الليلة تتويج الوصي ما ود غير على جبين انكتب ما ود غير على جبين انكتب حبه واسمه سجل بماي الذهب حبه واسمه سجل بماي الذهب اذا كنت تريد تعرف هالسبب اذا كنت تريد تعرف هالسبب بالرضا على الحب علي تغذينا الليلة تتويج الوالي الليلة تتويج الوالي الليلة تتويج الوالي والينا الليلة تتويج الكعبة تتباهى بعلي نطر الجدار الكون كل احتار ونهز المدار فقد الله اللي يعرف اسرار الشعار فقط الله اللي يعرف اسرار الشعار ربنا واحد اللي يعرف بتكوينه الليلة تتويج الوالي الليلة تتويج الوالي الليلة تتويج الوصي الليلة تتويج الوصي هلا بتتويجك يا ابو حسين وحسن نهني الاملاك طه المؤتمن تهني الاملاك طه المؤتمن والنوايا الصالحة اليوم اعتنن لابو صالح بالفرح نادينا الليلة تتويج الوصي الليلة تتويج الوصي الليلة تتويج الوصي
اليوم فرحة وبالسماء موجودة، خجل بستان العطر وورود. اليوم فرحة وبالسماء موجودة، خجل بستان العطر وورود. والقمر خجلان شوف خدوده، والقمر خجلان شوف خدوده. هم بيك واحنا هم حنينا ليلة تتويج الوصي. ليلة تتويج هلا بي والينا ليلة تتويج الوصي. يا أهل بيت النبي وطه الحبيب، الحياة بغير حبكم ما تطيب. يا أهل بيت النبي وطه الحبيب، الحياة بغير حبكم ما تطيب. اليوم عاهدنا الولاية وما نخيب، اليوم عاهدنا الولاية وما نخيب. يمت أبو صالح يعود من المغيب، وياي يمت أبو صالح يعود يمت أبو صالح يعود من المغيب. يمت أبو وحنا ولد الشايب وتدرينا ليلة تتويج الوصي. إلى خادم الحسين ليلة تتويج الوصي. يا أهل بيت النبي وطه الحبيب، الحياة بغير حبكم ما تطيب. اليوم عاهدنا الولاية وما نخيب، اليوم عاهدنا الولاية وما نخيب. يمت أبو صالح يعود من المغيب، يمت أبو صالح يعود. وحنا ولد الشايب وتدرينا الليلة الليلة تتويج الوصي. الليلة تتويج الوصي وعلينا صلوات. يا بتسع عشر علم الناس بيك الخالق مخلي، وعشر العاشر العدهم يا حيدر شاركتهم بي. ويجين الناصب الملعون، يجين الناصب الملعون يقل لي، يجين الناصب يقل لي على باقي البشر ساوي. خل بالك يمي يا وردة. ويجين الناصب يقل لي على باقي البشر ساوي. بالدنيا كفور لو ساويت، بالدنيا كفور لو ساويت، بالدنيا كفور. صوتك صوتك لو كفور لو ابو حسن لو ساويت، بالدنيا كفور. محمد شال شفك يا علي بيمناه، ينده يا الهي والي من هلا بيك ولا ثبت على الولاية وعاد من عدا. ثبت يا أبا ثبت على الولاية وعاد من عدا. وبس حيدر ما نقبل غيره، بس حيدر ما بس حيدر ما صوت كل حيدر ما نقبل غيره، بس حيدر ما. أهل بعيد الولاية الخصص الجبار، صدر بيها القرار وخاتم المختار. يا أبا علي مكتوب ألف مبروك يا كرار، تنجي الناس باشير من لهيب النار. وشنو وذنوب أنصارك تمحيها، وذنوب أنصارك هو ذنوب انصارك، هو ذنوب انصارك. سجل سجل اسمك، سجل اسمك ها صار تمحي. هو ذنوب انصارك علي علي حيدر علي بعد النبي المختار. هاي الخادمكم علي 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 حيدر علي بعد النبي المختار. علي سر الاله ومخزن الاسرار. علي 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 علي
مخزن الأسرار على صورة ومثال القبضة على صورة ومثال القبضة الجبار علي خرس المعارة لوحش الفقار علي خرس المعارة لوحش الفقار بس حيدر عيد الله سرارة بس حيدر عيد بس رعد بخدمتك علي حيدر علي بعد النبي المختار علي سر الإله ومخزن الأسرار علي صورة ومثال القبضة الجبار علي خرس المعارة لوحش الفقار بس حيدر عيد الله سرارة بس حيدر عيد هلا الله سرارة بس حيدر عيد غصبا هاي ام الخادمكم غصبا عنا واصب على صوت نصيح علمنا الله انتخابه وامره والترشيح يا با غصبا عن نواصب بعلى صوت نصيح علمنا الله انتخابه وامره والترشيح بلغ يا رسول وكمل التوضيح ليش هو الرسول موضح كمل التوضيح بلغ يا رسول وكمل التوضيح والدين بحيدر تكميله والدين بحيدر تكميله والدين تكميله والدين تكميله الخلاف هذا بيت الدعاء الخلف مثل ابو محمد وفى واحساس وخلف مثل ابو السجاد رفعت راس اكرم بالصميد الخلف العباس انا ما اترك العباس في اي محفل ابو فاضل اكرم بالصميد الخلف العباس اي والزلمه تعرفه من ولاده والزلمه تعرف الزلمات عرفة من أولاد بارك الله بكم جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والآن مع سماحة حجة أبو جهاد تفضلوا سماحة الحاجة أبو جهاد تفضلوا يا الله افتح من صلى على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين أتشرف أن أقف في مثل هذا اليوم المبارك بين أيديكم وأقرأ شيئا من الشعر لسيد الموحدين أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وأبا الحسن والحسين يا أمير النحل ذنب بقس ماي يا أمير النحل ذنب بقس ماي شلون أطبل حضرتك من يا كتر بحضرتك يمنع دخول السافرات وأنا بهدومي وترس روح ذاتي عهر لو تمد ايدك وتمسح للذنوب لو هي النار عن وجهي شبر أنا منك لا أروح ولا أرد بثقل 50 على بابك منتظر وانت يا أبو تراب شرفت التراب وكرم الرحمن لجلك وانت ذر انت طاهر أو توضى القاع بيك ولولا طهرك فلا مسها الطهر شلون مدحك يا علي وهل يحتويك المدح وانت المبتدأ وانت الخبر
وانت كامل سيدي وانت الكمال، وحاشا يا ابو حسين وبوصفك قصر، انت ما تنقاس طول ولا عرض، وكذب كل من يدعي بطولك قصر. الشمس ما ردت ولا للانبياء، الشمس ما ردت ولا للانبياء، وطاع ردت لك لمن قمت العصر، وحرت يا ابو حسين شذكر يا صفات، منين ما ابدي بعد بيك اش كثر. هي بس ضربتك في يوم الاحزاب هاي وحدها بكبر كل الدهر، هي بس ضربتك في يوم الاحزاب هاي وحدها بكبر كل الدهر. نعم ضرب السيف وبساحة نزال، نعم ضرب السيف وبساحة نزال، العادل الرحمن بأعمال البشر، من عبادة ومن صلاة ومن صيام ومن قراءات وفرض وقت السحر. هذا قول الله بلسان الرسول، وحاش أبو الزهراء ما ينطق هذر، قالهم والكل يسمعون النداء، هاي جنة وهذا هالواقف عمر. قالهم والكل يسمعون النداء، هاي جنة وهذا هالواقف عمر. ونكست يا أبو الحسن كل الرؤوس، لا ربيعة ولا قضاعة ولا مضر، ولا أهل يثرب ولا أنصار الرجال، ولا أهل مكة البوادي والحضر. هاي يروها الصحابة الحاضرين، أو يشهد الخندق لجل هاي انحفر. كل من بروح التهى ويرتجف خوف، ومن ثقل وطأة عمر غض البصر، كان يوم الحشر والناس بذهول، وصال بيها العامري وجال وعبر، ولحد ما انبح صوته من النداء قا وكلها سكت الزلم لا حس لا خبر. وصاح سيد البشر صوت وكان صوت، الهاي مذخور الوصي وعز الذخر، قوم يا حيدر يا كشاف الكروب، قوم يا مبدع العجائب والصور، انت راعيها وتطيعك يا علي، العاصيات بكف حسامك تنفطر. انت راعيها وتطيعك يا علي، العاصيات بكف حسامك تنفطر، وكان سيفك طام وزندق قضاء، يا احزاب ويا قريش ويا عمار، والله من كبرت نادتك السماء، ومن ثقل سيفك رجف قلب الحجر، جبت راس العامري والكل تشوف، وطفح وجه المصطفى لجيتك بشر. المعذرة يا أبو الحسن، المعذرة يا سيدي يا أبو الحسين، كون تدري بكربلة سوى الشمر، كون تدري بكربلة سوى الشمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وآل محمد، طيب الله أنفاسك. عيد الغدير من أهم وأعياد المسلمين، بل من أكبرها، والحدث الذي صار في عيد الغدير من أخطر الأحداث، ليس في حياة المسلمين فقط وإنما في حياة البشرية جمعاء. عن أحداث هذا اليوم يحدثنا سماحة الشيخ أحمد الأنصاري، فلنستقبله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. ثانيا غفر الله لكم. على محبة أمير المؤمنين، الثالثة بأعلى أصواتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.
اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآله واحشرنا في زمرتهم ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل نواظرنا بنظرة منا إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه برحمتك يا كريم. السلام عليكم أيها الحفل الكريم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامنا جميعا بعيد الغدير الأغر، وهو العيد الأكبر، عيد الله الأكبر، وعيد آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واسمه في السماء يوم العهد المعهود، وفي الأرض يوم الميثاق المأخوذ والجمع المشهود. سئل الإمام الصادق عليه السلام: هل للمسلمين عيد غير يوم الجمعة والأضحى والفطر؟ قال: نعم، أعظمها حرمة. قال الراوي: وأي عيد هو؟ قال: اليوم الذي نصب رسول الله أمير المؤمنين أو أشاد بتنصيب الله له قائلا: من كنت مولاه فعلي مولاه، وهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة. مما يستحب فيه وما ينبغي لنا أن نفعل هو الصيام والعبادة والذكر لمحمد وآل محمد عليه السلام عليهم السلام. وأوصى رسول الله أمير المؤمنين أن يتخذ ذلك اليوم عيداً، وكذلك كانت الأنبياء تفعل ذلك، تفعل في هذا اليوم، كانوا يوصون أوصياءهم بذلك فيتخذوه عيداً. صلوات الله وملائكته وحملة عرشه وجميع خلقه من أرضه وسمائه على سر الأسرار ومشرق الأنوار المهندس في الغيوب اللاهوتية السياح في الفيافي الجبروتية المصور للهيولة الملكوتية الوالي للولاية الناسوتية أنموذج الواقع وشخص الإطلاق المنطبع في مرايا أنموذج الواقع. اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر قاسم طوبى وصقر الأنزع البطين والأشجع المتين الأشرف المكين العالم المبين الناصر المعين ولي الدين الوالي الولي السيد الرضي الحاكم بالنص الجلي المخلص الصفي المدفون بالغري ليث بني غالب مظهر العجائب ومظهر الغرائب ومفرق الكتائب والشهاب الثاقب والهزبر السالب ونقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب صاحب المفاخر والمناقب إمام المشارق والمغارب مولانا ومولى الثقلين الإمام بالحق والأمير المطلق أبي الحسنين صلوات الله وسلامه عليه. ما هي الوظيفة في الغدير شيعة وسنة؟ وما الذي يجب علينا أن نتعلمه أو نعلمه لأجيالنا، لأطفالنا، في بيوتنا، في مجتمعاتنا، في مراكزنا،
في هجرتنا، في مهجرنا، في عيشنا، يجب علينا أن نعرف على الأقل الحدث الذي حدث وجرى في آخر حياة النبي، وهذا الحدث العجيب حدث في زمان عزيز وفي نفوس عزيزة، ألا ولدينا أن الحاج حينما يحج بيت الله تعالى ويكمل حجه فيكون كما ولدته أمه، ليس عليه ذنب وليس عليه درن من الذنوب. في تعبير علماء الأخلاق ينال عصمة، العصمة الصغرى، أو ينظف حتى يصل إلى العصمة الصغرى، كأنما الإنسان الحاج يكون معصوما. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي بناس أتوا من حجهم وأفاضوا منه كأنما على التو ولدوا، وهو يقول لهم: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ معاملة وتفاهم وتناسق عجيب غريب. بعد الحج في هذه الطهارة يأتي الرسول يقول: ألست أنا أولى بكم من؟ لأنه أغلى شيء في الإنسان نفس الإنسان. وحينما نأتي إلى النبي، ميزته للمسلم من المؤمن أو للمؤمن من المسلم، فكيف بالإنسان الغير مسلم؟ لا، بين المسلم والمؤمن أنه يكون المؤمن نفسه بيد رسول الله، أينما شاء يأمرها، أو حتى لو شاء أن يأمر بإزهاقها من جسمه، فللإنسان ليس له أولوية في ذلك، بل إنما الأولوية لرسول الله. الأولوية الكبرى والعظمى لما نحمله بين جوانحنا، أو لما فينا فيه الوجود، أو يوجد وجودنا بوجوده وهو النفس، تكون لرسول الله. ورسول الله يقول: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ فصاح الناس وقالوا: بلى. لم يتكلم بشيء ولم يشرح بشيء غير إنما حينما سمع قالوا: نعم. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. من منا يفهم ويتفهم الغدير؟ وإذا فهمنا الغدير فهمنا كربلاء، وإذا فهمنا الغدير فهمنا السقيفة، وإذا فهمنا الغدير فهمنا 15 شعبان و13 رجب والولادة في الكعبة والشق في الكعبة وقدر أم مولود الكعبة وأبيه الذين نراهم اليوم يتهمون بالكفر ويسبون ويلعنون من قبل الوهابية. نعرف من يعرف، وإذا عرفنا القدير نعرف الانتظار وقيمة الانتظار، نعرف كل شيء حدث أو يحدث أو ما نحن عليه سائرين. هنا مقاطع كثيرة في معرفتنا لهذا الحدث العظيم، وهو أنه حينما نأتي إلى الألفاظ، كل لفظ حينما يوضع لمعنى حقيقي، ولربما يوضع لمعنيين، أحدهما حقيقي والثاني مجازي. وهنا حينما يوضع اللفظ خلواً عن نذهب إلى مجازيته أو حقيقته، فما الذي يراد ويقصد منه؟ أي شيء يراد من اللفظ؟
حينما أقول رجل، حينما أقول امرأة، حينما أقول قلم، حينما أقول نار، حينما وحينما وإلى ما هنالك من كل الأسماء التي تكون أو الألفاظ التي نسمعها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألست أو لا؟ أو لا. وولاية الرسول هنا راحت وذهبت وأخذت صميم الوجود وهو النفس الإنسانية. أو لا بكم من ولي، أو لا من ولي، أنا أو لا بكم، أنا أو لا منكم، أنا أو لا عليكم من ولي يلي يلي ولا يلي. ثم لما قالوا بلى من نفس المادة، من نفس كلمة ولا أو الواو واللام والياء، قال: من كنت مولى، مولى موليان. فهنا الكلمة تبدلت بصيغة أخرى وهي كلمة مولاه. من كنت مولاه فهذا علي مولاه. شراح العقول أو الفلاسفة يقولون: نحن نسمع أن كلمة أو صفة أو خطابة أو إعلان النبي والوحي لأمير المؤمنين بأنه مولى أو بأنه من كنت مولاه وأنا رسول الله الذي أولى بكم من أنفسكم، نفس المولى الذي اتخذتها لنفسي من أولويتي في أنفسكم نفسها موجودة لعلي بن أبي طالب، فهذا علي. ما معنى ذلك؟ يعني وعلي أولى بكم من أنفسكم. فلما تكون هذه الحركة العجيبة من النبي باللفظ فقط، باللفظ فقط، من كنت مولاه، أول أنا أولى بالمؤمنين. إحنا مؤمنين يا مو مؤمنين؟ نحن على خطهم ولا لا؟ شوف بالله الليلة، شوف روح حاسب نفسك اليوم، حاسب نفسك. أنا كصغير، ككبير، كطفل، كشاب، كرجل، كامرأة، كبنت، كفتاة، شو ما كان، كدارس، كأخصائي في شيء، أي شيء، حينما أأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كنت مولاه، وسبقها النبي بالقرآن الكريم: أولى بالمؤمنين من، وهو اليوم يقول: ألست، يسأل. يعني فهمتم ماذا يقول القرآن حينما يقول النبي أولى؟ النبي ما قال النبي، ما قال نبي، النبي بس محمد أولى بالنفوس، ليس آدم ولا عيسى ولا موسى ولا إبراهيم ولا نوح ولا أي أحد، اختصت بعلي وخصصها الله حينما جاء بها إلى النبي، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهنا، هنا يتصدر بالسؤال: ألست أنا أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا، قالوا، ما تقولون بلى، حتى ما بينا نقول بلى، قالوا بلى. لما نقول بلى، هذا الخبر كامل لا يحتاج إلى شيء، والجملة كاملة هنا. ألست أنا أولى بكم من أنفسكم حينما ينادين الرسول؟ فماذا نقول؟ بلى. لكن نطق الرسول لا ينطق عن الهوى، وإنا كلنا قرأنا القرآن حينما قال النبي أولى بك من بالمؤمنين من أنفسهم، مو بالمسلمين، وليس بالكفار، وليس بالشرق والغرب، ولا بالصين، ولا لا، بالمؤمنين من آمن. هنا إكمال، هنا إتمام، هنا تبيين كامل أنه ما هذا الذي يريده النبي اليوم؟ ماذا يريد منا رسول الله اليوم؟ ماذا يريد أن يبلغ
هذا الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حينما قالوا بلى محمد وحي، لسانه وحي، نطقه وحي، العجب كل العجب، حتى علينا نحن كشيعة لم نطالع خطبة لرسول الله، طلعوها من الكمبيوتر من الانترنت وطبعوها. انظروا لماذا في هذه الخطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الخطبة بين الحين والآخر يخاطبهم يا أيها الناس أو معاشر الناس. كم مرة؟ كم مرة نحن رأيناه حينما خطب في خطبة شعبان آخر شعبان لرمضان كان يقول أيها الناس، ما قال أيها المسلمون، لأن رمضان حتى الكافر إذا صامه الكافر يأخذ من رمضان حد الأقل صحة البدن، حد الأقل تزكية النفس في بعض الأمور، حد الأقل تقليل الذنوب. لكن هنا وفي هذه الخطبة بوحدها تستثنى من خطب النبي منذ نبوته من أول إعلانه حينما قال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى يوم الغدير، لم نرى النبي يكرر هذا الكلام أو هذه الكلمة معاشر الناس أو أيها الناس. حينما نأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكررها سيدي مرة، مرتين، ثلاث، عشرة، عشرين، فما الذي تريد من هذه الكلمة؟ ولماذا؟ أولا بعض المفسرين من أهل الحل يقول يريد أن يقول أيها الناس إن علي لا يختص بمسلم ولا بمؤمن، الكل يقدر أن يأخذ من علي بن أبي طالب، الصغير والكبير، الذي لم يبلغ الحلم، والذي في أحضان أمه، والذي في الأرحام، الكل يقدر أن يأخذ ممن كانت الكعبة مولده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فهذا علي. النبي يتكلم بكلمة أولى وكلمة مولى. أولى ومولى ليس إلا من مادة ولي ولا يلي. فهل يجوز لهذا النبي أن يتحدث بكلمة لأمة تأتي من بعده ويعرف ما يحدث فيها من الخلاف، هل يجوز له أن يأتي بكلمة يحدث أو تسبب الاختلاف؟ لماذا هذا الكلام؟ لماذا هذا السؤال؟ لماذا هذا الطرح؟ لأنه لما نأتي إلى كلمة مولى في من إذا حملت تريلا بالمصطلح اللي عندنا إياه من الألقاب لبعض العلماء بالألقاب اللي عنده، من يجي على كلمة هذا علي مولاه يقول المولى يعني الحب الحبيب، والآخر يصفها بأشياء أخرى. هل أن نبينا ما كان عربيا؟ ما كان فصيحا؟ ما كان ذا بلاغة؟ ما كان يعرف أن هؤلاء أهل التريلات من الألقاب والكنى لا يحرفون؟ حتى أتى بكلمة يقع فيها أكثر من 15 مورد، يقول لو بحثها الخبراء والعلماء لرأوا ما رأوا. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الموقعية الحساسة يقول ألست أولى بكم من أنفسكم، وهذه الجملة هي التي يجب أن ترن المسامع لها وتأخذها، وهي الأولوية
التي جعلها الله سبحانه وتعالى لنبيه بأخذ النفس، والنبي يسأل في أدق وأعلى وأكبر حق له في رقاب المؤمنين الذين يقولون أو يدعون الإيمان: ألست أنا أولى بأنفسكم؟ قالوا: نعم. ثم بعد هذه الولاية الأولوية بأفعل التفضيل جاء إلى علي بن أبي طالب فهو المولى. هل في الأولى أولى بالنفوس وفي الثانية محبة علي؟ تصهر الشمس 6 أيام، 5 أيام، 7 أيام في مفترق طرق. اللي ذهب لعد مصر لعد اليمن أرجعوه، واللي ذهب على المدينة من مكة أيضا أرجعوه. وأخذ يعدد، حدث عجيب، النبي بنفسه يشرف على الأفراد: فلان تخطى الحدود وراح جيبوه. يرحون كل ساعة، تركب سرية بذلك الحر بتلك الحرارة العالية العجيبة، يركبون ويذهبون غايرين وجابوهم. النبي يقول ارجعوا. اجوا الحجيج، 5 سجيرات، 5 أشجار موجودة في غدير خم، وماء، وماء كأنما نضب من إناء، مو ذاك المي الكثير. وهاي شكثر العدد؟ العدد 80، العدد 100، العدد 120 ألف. 120 ألف حاج، 120 ألف خرج من الذنوب، 120 ألف دخل في العصمة الصغرى، 120 ألف كانوا لهم الإصلاح أن يكونوا هم المخاطبين من قبل رسول الله: ألست أولى بأنفسكم؟ ذول 120 ألف وين شنتوا؟ هجوم الزهراء إيش صار؟ أنت يا حسان بن ثابت أغا، أنت الشاعر، أنت إيش مالك؟ لهذا لا تقول أنا شيع وخلص، شوف ثوابتك وين. هؤلاء كانوا أبلى من الشيعة، أشيع الشيعة كانوا. ظل واحد منهم، لم يبق منهم إلا 7، أكبر عدد. ليش؟ لأنه الشيطان، شياطين الجن والإنس متربصون لنا، إن الشياطين متربصون لنا، حيث يفردون، حيث ينهالون علينا بالعقائد الباطلة، بالتشويهات العقدية، فكريا، عقليا، سياسيا. وهذا الباب اللي ما حد يسلم منه. فأين أنا من أولادي؟ بابا إلى الآن كم واحد يشوف عمره شكثر؟ الله يطيل الأعمار، 50، 20، 30، 70، 60، شكثر؟ كم مرة قرأنا أو طالعنا خطبة الغدير لرسول الله؟ مو لعد فلان، لا، خطبة الغدير لرسول الله كم مرة قرأناها؟ كم مرة سمعناها؟ كم مرة سمعنا شيء وعلق بأذهاننا أنه عجيب، هذا الرسول شي يقول، ماذا يريد؟ ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. يعني انتبهوا، في شيء أكبر، في شيء أكبر، مو بس أنا أولى بكم من أنفسكم، لا لا. وكان أولى بهم من أنفسهم، من يقوم لهذا لعم يتبجح؟ كلها لبدت. وبعضهم في روايات عندنا من كبار الصحابة قالوا وأودعوا كلاما لمجموعة من جماعتهم: اذهبوا إلى المشركين وقولوا لهم إنا سنقبض على محمد، سنقبض على محمد ونعطيكم إياه أسيرا، بس فكونا. من الذي فك هذا الأسر؟ من الذي جرد هذا الأسر؟ من الذي طعن بهذا الأسر وبهذا الفكر وبهذه الخطط والاغتيالات لرسول الله غير
الذي قال فيه ضربة علي يوم الخندق أفضل، مش تعادل، أفضل من عبادة الثقلين حين الوجود. يمتى صارت العبادة شرعت؟ وإلى زمانهم وإلى زماننا. نعم، نرى ممن هؤلاء الناس الذين يجرون بأسماء علمية وهو لا يدري ماذا يقول ولا يفهم ماذا ينطق ولا يعرف ماذا جاءت به الأنبياء وجاء به رسول الله يقول إنها كلمة. زين، الحرارة قدرت اليوم بذاك الوقت، الحرارة قدرت أكثر من 50 تحت الشمس، مو بالظل، تحت الشمس، بحيث الرواة ينقلون. تعرف كم واحد روى هذه الحادثة؟ بس من الصحابة حفظاً، بس من الصحابة التي كتبوا حفظوها وكتبوا هذه الخطبة أكثر من 100 حفظاً، وكانوا يكرروها للناس. نقلت ب120 مصدر، وكل مصدر فيه أنواع وأقسام المسانيد. ف 120,000 يستمعون. زين، الحرارة شديدة، قاموا ينزعون عبيهم ويخلونها تحت أرجلهم، ومنهم من كان يضع رداءه له ولأصحابه ويأخذ رداء صاحبه يضعه على رأسه وعلى رأس صاحبه من شدة الحر. أي نبي هذا؟ نبي الرحمة، لماذا لا يرحم الحجيج؟ لماذا لا يرحم الحجيج؟ الحجيج يصلون إلى بيوتهم فرحين، هل والله علي بن أبي طالب مثل ما أنا أحبكم يحبكم؟ هل هذه الكلمة؟ وليش ما قالها؟ هل لم يقل بها قبل حتى الآن يريد يأكد عليها؟ السيد البروجردي يقول يا عمي حتى لو جينا لعد هذا الحب خلوا في شيء، أنت شايف لك واحد محبوب يصعدون بالمنابر بالمجالس بصلوات الجمعة تخطب بداية بسب علي وتنتهي نهاية بسب علي؟ شايف هذا الشيء؟ شايف 70,000 منبر ينجر في الشام ويوزع بس على صلوات المساجد والجمع؟ زين، ومكتوب عليها منابر سب علي، وين شايف هذا الشيء؟ بأي شيء؟ لهذا أين نحن؟ هذا الإمام الذي نتكلم، وهذا الشخصية، هذه الشخصية التي نتكلم حولها، هي تالي تلو رسول الله، هي مع رسول الله. فعمل الأنبياء جاءوا لتكسير الأغلال السلاسل، وهذه الولاية التي رسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي تبعا للأنبياء. وهذا معناها من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وإلا ما معنى جمع الناس بهذا الحر الشديد والعطش؟ زين، أن يقول لهم تعالوا أحب عليا أو علي يحبكم، وأي حب؟ وأي حب هذا؟ أو صديقكم، وأي صداقة هذه؟ بينما كان قبل هذا مرارا أحبوه، مرارا هو أعلمكم، هو أعلمكم، هو أفقهكم، هو الملجأ، ويشهد بذلك حتى الثاني من الخلفاء، لولا علي لهلك عمر. فأين هذا الباب الذي؟ فلا داعي لتصعيب الأمر وتحريف الكلام الذي نسمعه من هنا ومن هناك، بينما هذا الأمر لما نأتي إلى الطبري وغيره نراه بشكل عجيب. تروى هذه الخطبة والكل يقول، المرحوم الأميني جمع الإسناد عن الشيعة وعن السنة، يقول إن كان عندنا 80 سندا فعندهم أكثر من 120 سند، منهم من كتب أكثر من 27 كتاب كله في حديث الغدير. من كنت مولاه
فهذا علي مولاه شرحا ومعنا وسندا. فهل النبي صلى الله عليه وسلم يقدر أن يجعل كلمة لوحدة المسلمين أم لا؟ هذه الحطها هو تفرقة. إذا نمشي وراء الجماعة هو الفرقنا، مو هيك؟ هم يقولون مو إحنا. هل يقدر أن يضع كلمة أو يضع منهاج حيث أنه يجمعنا بوحدة كلمة؟ إذا كان قادر فما هي الكلمة؟ إذا كان قادر فما هي الجملة وما هي الخطبة؟ ترى هذه الخطبة الناصعة، هذه الخطبة العجيبة هي الكلمة في عيد الغدير التي وضعها لوحدة الأمة. أي أمة تريد؟ إحنا بأشعارنا بأمورنا، صار الرابع صار الأول، هذه إحنا نحكيها. تعال لعد المفاهيم القرآنية، تعال لعد المفاهيم الوحي، وجزاهم الله خير الجزاء شعرائنا. هذا الحد خلونا نسمع، خلونا نفهم أشياء أيضا. فلو عرف علي بن أبي طالب عليه السلام لا يمنعون مما الآن نشوف بهذا المعنى. يعرف علي عليه السلام كما هو، يعرف علي بن أبي طالب عليه السلام الذي يقول علمني رسول الله، علمني رسول الله 1000 باب من كل باب يفتح أو ينفتح لي 1000 باب، اضرب 1000 بألف مليون. أي باب؟ أبواب حسينيات، أبواب مساجد، أبواب كعبة، أبواب العلم. وإلا كما يقول أحد الأدباء، يقول لو لم يكن لديه هذا التعليم وهذه العلوم فوالله لنمحق بالسنين الأولى في زمن بني أمية، لنمحق علي ومن يتابع عليا في السنين. ليش؟ لأنه ما ظل شيء. لكن هذا الغزارة من العلوم من المفاهيم جاء ضرارة، مو زرارة، ضرارة، ضرارة إلى معاوية وهو من أصحاب علي عليه السلام، كان عالما بشيء من علي، من علم علي ومن صفات علي. فقال معاوية ائتوني به، جاءوا به إلى معاوية، قال صف لي عليا، فامتنع ضرارة. قال ولما؟ لابد وأن تصفه لي. قال كان والله بعيد المدى، لم يكن سجين نفسه، ولم يكن أسير أو سجين هواه، ولم يسجن نفسه بالهوى وبالنفس، بعيد المدى شديد القوى، ليس بالعضلات بعيد المدى. لا، ينطي معنى آخر. يقول فصلا، حينما يتكلم يفصل بين الحق والباطل، ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه، سواء كان جالسا قائما ماشيا، يجيب لكل سؤال نسأل أو يسأل، تنطق الحكمة من لسانه التي جعلها الله في خلقه، لا ينطق بها إلا لسان علي، لا فلسفة لا فلاسفة متورطين متجهمين في الألفاظ، ولا أدباء يتبعون أبيات آبائهم من الشعر. فيقول ضرارة مع ما أنه كان معنا ولم نقدر على الكلام بشعاع عظمته أن نتكلم، فيبدأ هو الكلام، عظيم عظيم يسألنا عن حالنا وأمورنا، ولم يبعد نفسه عنا، لكن هو يبدأ الكلام ولا يترك جوابنا، وكان يبتسم. أحرج معاوية، طريق ما عنده، شو يسوي؟ فبكى معاوية، تخلص، يريد يتخلص من هذا الشيء اللي صار. فبكى معاوية، فما هذا النفاق يا معاوية؟
تقتله وتفتك بالمسلمين بمجرد أنه يلفظون اسمه أو يكنون له حبا، والآن تبكي عليه قائلا رحم الله أبا الحسن، والله لقد كان كذلك، وبكى واخضلت لحيته. فأين لك هذا يا معاوية؟ ولماذا تمنعك أنانيتك عن نطق الحق أو عن أن تتجنب بظلمك لهؤلاء؟ فأخصر شيء الذي تكلم به الطريد البلجيكي لومانس الذي يصف الحكم لأحد حكام زمانه، يقول له إذا أردت أن تحكم فلا ترحم لا صغير ولا كبير، وعليك بالتشريد والسجن والضرب والقتل والتهجير حتى يصفو لك الأمر. هذا لومانس اللي يدعي أنه عند هذا الشيء يقول لابد أن نشكر الأمويين خاصة معاوية. جاب لومانس لعد معاوية، هذا هسه من المعاصرين من القرن العشرين، يقول لابد أن نشكر الأمويين خاصة معاوية، حيث لو لم يكن معاوية لأخذ علي العالم كله بكلامه بخطبه أو بفكره. لهذا نكثوا الكثير البيعة حتى وصل الدور إلى طلحة والزبير، ذولي من الجماعة. قالوا نريد العمرة، قال علي عليه السلام لأحدهم بل تريدان الغدرة، ألا إنكما قبلتما بيعتي. شاش صار بكم هسه؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الرسول نزلت في تحدوها وقالوا لم تنزل في هذا اليوم، تحدوها لم تنزل في غديركم. زين الطونة على هذا الحدث الكبير الآية اللي نزلت، انتم مو تقولون ما نزلت، الطونة آية تطونة عما يتساءلون عن النبي العظيم، يو فذبحوها وما كادوا يفعلون، يو حاميم، يو ياسين والقرآن الحكيم نزلت ذاك الوقت حتى يوقف الناس بهذه الحرارة. من الذي كان يطعمهم؟ حجاج ما ظل شيء معهم، كلهم وشلوا، كل واحد هو جاي على ريلية مثل ما يقول، هو اللي يرسل. من الذي أطعمهم؟ من أين أتى؟ 120,000 وكل واحد منهم يأكل البعير من ذيله، يا اللي يطعم هذا. فالبرنامج برنامج أساسي، برنامج كان إلهي توحيدي سماوي، حتى هذا كله نسوه. ظل شنه عندهم؟ علي بن أبي طالب، هذا يقول بدعابة وذاك يقول علم الأولين والآخرين ما وجد بعد رسول الله حتى في الأنبياء إلا في علي، نقولها جهرا شاء أم أبو. واللي ما يعجبه يطق راسه بالحائط، هاي عقيدتنا احنا بعلي بن أبي طالب، هذا عقيدتنا بأئمتنا عليهم السلام، ليش لا؟ لماذا لا؟ وإلا ما تجي السيدة الزهراء بهذه العظمة وبهذه السيادة التي عندها حتى تكون سيدة نساء الأولين والآخرين وفي الجنان وفي الدنيا والآخرة. زين تأتي بهذا المعنى وتأتي بهذا الشيء بحيث أنها تبذل نفسها قائلة روحي لروحك الفداء ونفسي لنفسك إن كنت، نفسي لنفسك الوقاء، إن كنت في خير يا علي كنت معك، وإن كنت في شر كنت معك. طلع يذكروها أهل السنة هاي أيضا، حينما رجع من المسجد وهي لا تقدر على القيام، لكن حينما رأته ارتعشت وقامت وهي تقول روحي لروحك الفداء نفسي لنفسك الوقاء، إن كنت يا علي في خير كنت معك، وإن كنت في شر كنت. الهند شوف إيش كثر يعبدون البقر،
توجد 60 مليون بقرة تعبد. ذبحت سنة 1981 بقرة بالهند، جماعة مسلمين اشتروها يردون يأكلوا اللحم بقر، الظاهر ما عرفوا أنه من الإله من الآلهة. قامت حرب ضروس بينهم وبين اليابان، يعبدون صنما وسط العاصمة طوكيو، وهم أكثر من 380 مليون نسمة. زين، في الصين تقدمهم بالتكنولوجيا الصين فيها أكثر من 4000 ديانة على رأسها الشيوعية. توجد ولاية كاملة يقطنها 4 ملايين إلى 6 ملايين نسمة يعبدون الفيران. لا توجد قطة واحدة في هذه المحافظة. زين، من أين الإشكال؟ هل في الخالق؟ هل في المخلوق؟ أو لا والله بالمعجرفين اللي موجودين هذول، بالوهابية اللي موجودين. هذا الفكر ما يختص بالإسلام، هذا الفكر بكل مجتمع وبكل عقيدة وبكل دين وبكل مذهب وبكل من يريد الإنسانية تراه. فالأمور التي جرت والقضايا التي حدثت عجيبة غريبة، من جملتها يقولون كيف كانت قضية القدير. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الغدير ليلة قالهم بهذه الأعمال: صلوا، غدا من يقدر على الصوم، غدا من يقدر على الذكر، وإن لم تكونوا قادرين فعليكم بالصلاة على محمد وآل محمد أكثروا منها. فأكثروا من الصلوات. شافوا النبي حتى بالليل يقلهم لا تنامون كثير، لا تسوون كذا، فالكل قاموا يجون. فسبحان الله، وضع خيمتين النبي بحجة الوداع، خذ 9 نسوان معه، أمهات المسلمين كلهن إجت، حتى خانم عائشة، حتى السيدة هذه هم خذها معه. وضع خيمتين مفتوحتين على بعض، وكان الرجل يدخل يسلم على رسول الله ويعطي يده بيد رسول الله، ثم يأتي وين؟ إلى ماكو فاصل، بس من يدخل منا قاعدين هم بهاي الخيمة، المطلع ما لهم. شوف القداسة، يجي واحد يقول يا عمي هي خيمة واحدة ليش تسوي؟ يقول لا، حتى اللي يطلع يطلع محترم بشيء من ظل الولاية، شيء يعني شيء لا يقدر بقدر، لا يقاس بمقاييس. اجت النساء، شلون تبايع النساء مثل هسه تمديدها سلام عليكم اكثر من لا. قال ائتوني بطستين، طشتين مي. وضع النبي يده في الطشت الأول، وتأتي المرأة يعلمها: اللهم تقبل مني، كما أنه للرجال، كما أنه للرجال. وهنا كلمة جدا أريدك تحفظها وأريدك دائما تخليها براسك: لا شريعة ولا دين ولا مذهب ولا معتقد ولا أي شيء، سواء ديني سماوي أو نحلي أرضي، لم ترى في دين من الأديان جرت المؤاخاة قطاً بضرس قاطع. لم ترى دين آخى بين المسلمين بين أتباعه بالإخاء إلا دين الإسلام، دين محمد، وهو الذي واخاه أولاً. شو سوى؟ شاله مولانا أخو نشوف، قال لا، حتى لا واحد يقول لي شوف. كل هذا موجود بالروايات. ارتفع بهم يقولون 18 درج سوى من هوادج الإبل، مو 3-4 هوادج ولمن، لا، سوالهن كرسي، سوى منبر، سوى منبر، وكانت الناس تتابع هذا المنبر الذي يأتي لعد العراق مثلا، يأتي لعد اليمن، يأتي لعد مصر. يقولون كيف كان هذا المنبر؟ فيرسمه لهم فيقولون هكذا. يقولون إذن كيف صنع؟ يقولون صعد رسول الله ولزم يد علي، مو علي لزم، لزم حتى يعلمنا. وإذا ما تخلي واحد وراك تبتلي. إذن ما في شريعة، ما في دين، ما في مذهب، ما في سماء، ما في رسول، ما في نبي أعطى هذا الوصف وأعطى هذا الشيء بالإخاء. إذا شاء الله هم سووا الإخاء. لا والله الحاج أمين يقول ماكو وقت. زين،
اجوا بالطشتين من الماء، يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده وتقول المرأة بايعتك بكل ما أملك وأنت أولى بي من نفسي، كذلك الرجال أنت أولى بي من نفسي وأنت مولاي ومولى كل مسلم ومسلمة، هذا لفظ للنبي. ثم طشت الإمام أمير المؤمنين نفس الشيء، حده مرتفع، يضع أمير المؤمنين واضع يده ويعلمها النبي، قولي مولاي علي بن أبي طالب عليه السلام، كما قال من كنت اللهم اشهد إني أوالي وليك علي بن أبي طالب عليه السلام كما واليت رسولك محمد، وكما أن رسولك محمد أولى بي من نفسي فعلي أولى بي من نفسي. هاي عقيدتنا بأئمتنا، لا تخاف منها. أنت ما مطالع، أنا ما مطالع، لكن لما ما نطالع مو معنى أنه ننكر ديننا، ننكر. زين، كم يوم طول؟ من أين يبدأ الحدث؟ يملون ناس صفوف 120,000، وهاي الجملة كون يرددونها. وصل الدور إلى أن في رواية 3 أيام، في رواية 5 أيام طول. قلت لك هذا الطبخ، هذا النفخ ياهل تبرع به أبو سفيان ومعاوية خال الزناديق، ياهل تبرع فيه. غير بيت أبو طالب، غير بيت عبد المطلب، غير بيت رسول الله، غير بيت الوحي. زين، فطلع يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالرسول مناديا وقد جاء جبريل عن أمر لربه بأنك معصوم فلا تكوانيا وبلغهم ما أنزل الله ربهم إليك ولا تخشى هناك الأعادي. فقام به إذ ذاك رافع كفه بكف علي معلن الصوت عاليا فقال فمن مولاكم ونبيكم؟ فقالوا ولم يبدو هناك التعامية، إلهك مولانا وأنت نبينا ولم تلق منا في الولاية عاصية. فقال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا، فمن كنت مولاه فهذا وليه، فكونوا له أنصار أتباع صدق مواليا، هناك دعا اللهم والي وليه، وكن للذي عاد عليا معاديا، فيا ربي انصر ناصريه لنصرهم إمام هدى كالبدر يجلو أو يجلي الدياجية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يختم بهذه الأشعار، ثم قال للشعراء أفيضوا علينا، منهم من جاء ومنهم ها علي بشر كيف بشر، ربه فيه تجلى وظهر، هو والمبدأ شمس وضياء، هو والواجب نور وقمر، أذن الله وعين الباري، يا له صاحب سمع وبصر، هو في الكل إمام الكل، من أبو بكر ومن كان عمر، من له صاحبة كالزهراء وسليل كشبير وشبر، كل من مات ولم يعرفه موته موت حمار وبقر. فنسأل الله سبحانه وتعالى، الوقت ما يساعد بعد أكثر من هذا، حتى فلوا و تركوا الموقف، والنبي هذه الوصية: بلغوا ما سمعتم عني، أبلغوا ما سمعتم عني، إني أطالبكم بهذا في يوم موردكم ويوم قيامتكم. والكل كبر، وعلى رأس هؤلاء أزواج النبي والصحابة المقدرين، حتى لفت الأنظار الخليفة، لفت الأنظار عمر قائلا بخ بخ لك يا علي، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن. و بس ايش سووا بهذا الولي؟ كتفوه وما سووا اللي ما صاير. فاللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم، اللهم اجعلنا من الموالين لأمير المؤمنين.
نقرأ صيغة الإخاء إذا تحبون، والكل حد الأقل، خو إحنا واحد بينا يا أخي الآخر، الكل الكل يلا بسرعة بسرعة حتى لا يقولون هم أخرت الصلاة، وإحنا هم تفضل الشيخنا، تفضل الشيخنا. هسه انتم ياهو الموجود وياهو اللي شو اسمه شيخنا، تعال تعال هنا، نا هنا تعال انا وياك نتواخى، تعال تواخى، تعال مو يانا تشمش، تحط ايدك على كتفي، يلا ايدك على كتفي، على كتفي، على كتفي، على كتفي، لا حط ايده على كتافنا، هذا يريد يركب وين ما ان شاء الله صرت شو اسمه، حط ايدك على كتفي. ننوي لعد كل واحد نحبه أيضا، الكان معانا والما كان معانا، تلفظون وراي لما نقرأ الصيغة كأنما نلقيها لعد اللي حدنا، لعد الإخوان، ولما تصير القبول نقول قبلتهم كنا، كأنما هم سمعنا هم بايعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واخيتك في الله. واخيتك في الله. وصافيتك في الله. وصافحتك في الله. وصافحتك في الله. وعاهدت الله. وعاهدت الله. وملائكته. وملائكته. وكتبه. وكتبه. ورسله. ورسله. وأنبياءه. وأنبياءه. والأئمة المعصومين. والأئمة المعصومين. عليهم السلام. عليهم السلام. على أني. على إن كنت، إن كنت، إن كنت، إن كنت من أهل الجنة، من أهل الجنة، إن كنت، إن شاء الله كنا من أهل الجنة، إن كنت، إن كنت من أهل الجنة، من أهل الجنة، والشفاعة، والشفاعة، وأذن لي، وأذن لي بأن أدخل، بأن أدخل، بأن أدخل الجنة، لا أدخلها، لا أدخلها إلا وأنت، وأنت معي، معي قبلت، أسقطت عنك، عنك جميع، جميع أسقطت، أسقطت عنك، عنك جميع، جميع حقوق الأخوة، ما خلا الشفاعة والدعاء والزيارة بحق محمد وآله. قبلنا إن شاء الله، وقبلت كل منا إن شاء الله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل نواظرنا بنظرة منا إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه، وأوسع منهجه، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه، روضة شهدائنا، علمائنا، حفظ حشدنا، جيشنا، حفظ شبابنا، بيوتنا، مراكزنا، خاصة في بلاد المهجر، في هذا المركز الشريف بأهله، حضوره، ذويه، الإخوة، الأخوات، اللهم يسر أمرهم. اللهم إنك وعدتنا في هذه الليلة وغدها أنها تستجاب الدعوات، اللهم فاستجب دعاءنا بحق محمد وآله، ولحفظ جميع إخواننا في كل مكان، خاصة حشدنا وجيشنا وعلمائنا ومراجعنا بالنبي وآله. رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوغة بالصلاة على محمد وآل محمد.
إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.